هنروح لسيدات كرة السلة في النادي الأهلي، طبعا بقيادة الكابتن طارق خيري. عندنا الدوري مشغال، كان عندنا مباراة مهمة مع نادي سموحة، الأهلي يهزم سموحة بدوري سوبر سيدات السلة. المباراة دي طبعا ذعناها لحضراتكم في شاشة قناة النادي الأهلي. الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن طارق خيري فاز فوز كبير على نادي سموحة السكندري 90-62 في الجولة الستة من دور الترتيب لدوري السوبر الموسم اللي احنا فيه. الماتش كان اتلعب زي ما قلت لحضراتكم على صاله الشهداء، ودي لقطات منه باهل الجزيره، وسيطر الفريق فريق النادي الاهلي على مجريات الفريق من بدايتها حتى نهايتها. طب ايه اللي ترجم كلامي نتائج الاشواط؟ الشوط الاول 34-14، الفتره الثانيه 51-30، الفتره الثالثه 70-50، الفتره الرابعه 90-62. فريقنا حتى الان مع حقق العلامه الكامله، بس ما يعني مش هنخفي على حضراتكم ان الاختبار الحقيقي للفريق ده بقوته هي سبورتنج. سبورتنج هي الاختبار الحقيقي، سبورتنج بطل افريقيا للمره الثانيه على التوالي، سبورتنج هي بطل الدوري المرتبط. السنه اللي فاتت احنا خدنا 5 بطولات من 5، يمكن ما شاركناش في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت ولا السنه دي، ولكن يتبقى المنافس هو نادي سبورتنج، هو الاختبار الحقيقي. زي ما نقلنا لحضراتكم مباراه امبارح على الهواء، كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الملعب، صورنا التقرير ده مع اللاعبات والجهاز الفني، هتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. طبعا كان في توقف، كان عندنا اول ماتش اللي فات يوم السبت اللي فات الاتحاد في اسكندريه، كنا طبعا من قبليها الفرقه كانت معظمها في ناس تلعب 3-3 مسافره مع المنتخب، فكنا عاملين بنحاول نجهز نفسنا في اقل وقت ان احنا نرجع الناس دي يعني. فبدانا الحمد لله عملوا ماتش كويس في الاتحاد، عندنا اصابات للاسف بس مفيش مشكله، كل الادوار اللي شغاله دلوقتي حاجات كلها ماتشات بنجرب فيها والكلام ده. كده كده ماتشات اهلي وسبورتنج دايما مختلفه تماما بصرف النظر عن كون ان هي ليها لازمه او ملهاش لازمه دلوقتي او بتحدد مراكز او لا، دايما ماتش اهلي سبورتنج بيبقى ليه اعتبارات يعني خاصه طبعا. فاحنا من دلوقتي اوريدي حتى قبل الماتش كنت بقول لهم ما تفكروش في سبورتنج دلوقتي، خلصوا ماتش النهارده، المفروض ان شاء الله الفرقه تعمل ريكفري وهنتمرن الثلاث ايام الجايين وان شاء الله نسافر لهم يوم الجمعه ان شاء الله. السنه دي الدوري اقوى بكتير من السنه اللي فاتت، سبورتنج دعمت بتدعيمات كتير قوي نظرا للي هي قوانين الاتحاد، هم اخدوا ثالث دوري السنه اللي فاتت، فقوانين الاتحاد سمحت لهم ان هم يدعموا بثلاث لاعبات من بره، فبقى عندهم 3 على الموجودين عندهم اوريدي، بلس خدوا محترفه كويسه جدا من الجزيره، فهم بقوا فريق متكامل. الظروف ساعدتهم كمان شويه في ان هم خدوا من عندنا لعيبه نظرا للقوانين والكلام ده كله، فهم بقوا فريق متكامل، خدوا من عندنا ناس. نفس الكلام احنا بنحاول، احنا دلوقتي عندنا لسه محترفه، بنحاول نجيب محترفه ليفل عالي يعني ان شاء الله في الطريق ان احنا نعمل كده، بس في الادوار دي مش مشكله دلوقتي تكون معانا محترفه، بنحاول نجهز الفرقه ان احنا نبقى بالمصريين بتوعنا يعني نلعب. الحمد لله والله على الفوز النهارده، يعني فريق سموحه فرقه كويسه جدا، وكانوا لسه جايين من مباراه مع سبورتنج طبعا قعدنا اتفرجنا عليها مع الكوتش، فطلع 9 بوينت مع سبورتنج، which is سبورتنج يعني فريق قوي جدا، فاحنا النهارده كنا نازلين يعني جاهزين ليه، وفي نفس الوقت بنستعد للمباراه يعني سبورتنج ان شاء الله يوم السبت، وبنتمرن على الحاجات الديفنس في الاوفنس برضو اللي احنا عايزين يعني نعملها ان شاء الله يوم السبت. الدوري السنه دي ماشي كويس جدا، كل الفرق قريبه اصلا من بعض، يعني دلوقتي اصلا جزيره وسبورتنج بيلعبوا الفرق 1 بوينت ولسه نايس دقيقه على الماتش، كل الفرق بتكسب وبتخسر، كمان فتره التوقف دي ممكن تكون اثرت شويه على الفرق ان احنا بنرجع تاني نتمرن، فيعني ان شاء الله بس كده نكون كويسين ان شاء الله مباراه سبورتنج. والله احنا استعدينا النهارده للماتش، كان كابتن طارق طبعا محضرنا نفسيا ان كل ما الماتشات بتقرب كل ما الماتشات بتبقى اصعب، كابتن طارق طبعا مدينا النهارده تعليمات ان احنا النهارده لازم ندافع كويس عشان يطلع فرق سكور، والحمد لله ده اللي قدرنا ان احنا نعمله. ال 12 لعيب ادوا اداء كويس جدا، ما كانش فارق مين بره من مين جوه، كل واحد النهارده كنا رجاله بصراحه، حتى عشان كده السكور طلع كبير. يمكن يعني على فترات في الماتش يمكن يعني ما حسيناش ان الماتش الحمد لله كان دايما فارق لينا، ده كان برده بفضل تعليمات كابتن طارق لينا، واحنا مبسوطين جدا بالاداء وخلاص. ماتش النهارده يعتبر بالنسبه لنا كل ماتش عدى وخلص، ده يعتبر ماتش فاينل خلص، في ماتش تاني ان شاء الله يوم السبت مع سبورتنج، هو ده اللي احنا هنبص عليه خلاص، النهارده صفحه واتقفلت، كل ماتش جاي بنبص عليه عشان احنا مركزين ان شاء الله على الدوري. طبعا النهارده الحمد لله كسبنا فرق سكور كبير، الفريق كله نازل الحمد لله مركز وبيسمع كلام الكابتن والتوجيهات، وكلنا عندنا نفس التارجت ان احنا نخلص الدوري باذن الله من غير اي خساره،
فالحمد لله ان احنا كنا على قد المسؤوليه وكسبنا فرق سكور الحمد لله. بقى لنا فتره من ساعه لما خلصنا المرتبط واحنا الحمد لله بنتمرن جامد وشايفين ان احنا خلاص ما فيش استهتار ما فيش دلع، وفي الماتشات بننزل الحمد لله مأديين برضو بشكل رائع وبنسمع كلام الكابتن وكده. فان شاء الله ان احنا ماتش سبورتنج ما فيهوش هزار خالص واحنا عارفين مدى اهميته، فان شاء الله هننزل بكل تركيزنا ونكسب الماتش. يعني حتى لو ماتش مش فارق بس احنا خلاص ده تارجت لينا ان احنا من بعد المرتبط ان احنا ان شاء الله مش هنخسر ولا ماتش وان شاء الله هناخد كل البطولات باذن الله. زي ما حضراتكم سمعتوا يمكن اللاعبات اكدوا نفس الكلام اللي قلته لحضراتكم قبل التقرير، هو الاختبار الحقيقي هي نادي سبورتنج. وحتى شفنا اخر يعني جمله في التقرير من رنيم الجداوي وهي بتقول حتى لو مباراه تحصيل حاصل بيننا وبين سبورتنج لا احنا عايزين نكسبها، لانه الحقيقه سبورتنج نجح ان ياخد مجموعه من اللاعبات ايضا من عندك في النادي الاهلي، مش تفاوض لا يعني اللائحه زي ما قالت او الكابتن عليا محمود او الرولز او قوانين الاتحاد. فانت النهارده هو ده الاختبار الحقيقي، نتمنى الفوز، نتمنى ان شاء الله ان البطولتين اللي فاضلين باذن الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي باذن الرحمن.